بنتضامن كل التضامن مع الطلبة في قضيتهم وفي نضالهم تجاه انتزاع حقوقهم وحريتهم كاملة. بنرفض كافة الانتهاكات اللي بتحصل من الأمن داخل الجامعات واللي تفاقمت في الأسبوعين اللي فاتوا، وخصوصا لما بدأت الدراسة اقتحم الأمن أكثر من 5 جامعات، اعتقل ما يزيد عن 300 طالب، تم فصل الكثير من الطلاب لمجرد أنهم ينتمون لحركة طلابية معينة أو ينتمون لانتماء سياسي معين لمجرد أنهم تظاهروا داخل الجامعة للمطالبة بحقوقهم. نرفض كافة أشكال الانتهاكات التعسفية التي تحدث من الأمن داخل الجامعة. ومن الشيء المحزن أن قبل أن يمر عام على استشهاد طالب محمد رضا شهيد كلية هندسة جامعة القاهرة، استشهد عمر الشريف داخل الجامعة في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. كل مرة بيموت فيها حد، رئيس الجامعة أو رئيس والداخلية بيطلعوا يقولوا أن الأمن ما استخدمش خرطوش جوه الجامعة وأن الأمن ما استخدمش القوة. طب الطالب اللي مات ده مات إزاي؟ وللأسف الشيء المحزن أكتر أن بيرجعوا يقولوا أن الطلاب هم اللي قتلوا زمايلهم، زي التهمة اللي متوجهة لطلاب جامعة الإسكندرية كلية الهندسة أن هم اللي قتلوا زمايلهم. وللأسف من يومين اتجدد حبسهم 15 يوم. طبعا من مركز هشام مبارك بنقدم برضو الدعم لدكتورة ليلى سويف اللي ناضلت كتير قوي عشان حق الطالب وعشان انتزاع حرية الجامعة واستقلالها. هي دلوقتي معتصمة في دار القضاء العالي، هي ومنى سيف مضربين عن الطعام وصعدوا اضرابهم بالاضراب عن المياه. فاحنا من مركز هشام مبارك ومن مؤتمر الطلبة اللي هي ياما دفعت عنهم، فبنقول لها احنا معاكي ومتضامنين معاكي. بنطالب السلطة ان هي تفك الحصار عن دار القضاء العالي، هم متحصرين، ممنوع عنهم ان هم يدخل لهم الناس المتضامنة معاهم، ممنوع دخول الاكل للمحامين الغير مضربين اللي متضامنين معاهم جوه. دولة بحالها خايفة من 2 معتصمين داخل دار القضاء العالي. احنا بنحمل السلطة بما فيهم وزير الداخلية والنائب العام وقائد حرس دار القضاء العالي مسؤولية سلام الدكتورة ليلى سويف ومنى سيف. ومن هنا من مركز هشام مبارك بنطالب بالإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين وكافة المعتقلين ايا كان انتمائهم السياسي او الديني، وبنرحب بكم جميعا وان شاء الله نوصل في يوم ان احنا نحقق اهداف الثورة اللي احنا ياما سعينا عشانها يعني. شكرا لكم جميعا.